سي شفيق كيدير الحزب الان والمكتب السياسي وهو هي المؤتمر، ولكن كاين انتقادات حول هذا المؤتمر. ولما تنقارنوا الحجم ديال الانتقادات مع الحجم ديال الاخوان اللي منخرطين كيبان لك الفرق شاسع جدا. مؤكد كاين انتقادات، وهذا حزب ديمقراطي وكان الاتحاد دائما في هذه الاجواء، ولكن لا يجب ان نقيس على الامور على اقليه قليله جدا، هما اخوان مؤكد واخوات اتحاديين، ولكن ملي تشوف الحجم ديال الناس اللي منخرطين واللي معبئين واللي مشاركين واللي الان هما في المرحله الاخيره ديال انتخاب المؤتمرين، تيبان لك بانه الجسم الاتحادي معافى بشكل كبير، وكاين تعبئه لا على مستوى القياده الحزب، المكتب السياسي يعني اللي نقول لك باجماع شامل، كاين حضور وكاين خروج اعلامي ديال الاخوان في نفس الاتجاه، وبالنسبه للمناضلين من العيون حتى للناظور ومن وجده حتى لطنجه، يعني الامور كاين واحد الانخراط جماعي وكاين تعبئه، وحنا على بعد ايام قليله من انعقاد المؤتمر، والمؤتمر اللي غادي له بواحد الاراده غير مسبوقه. إذن حتى ذاك القضايا اللي أمام المحكمة لا ما تتشوش على الحزب أن المسائل غادية عادية؟ لا، ما إحنا ما عندنا باش يشوشوا علينا، لأنه الإخوان ارتأوا أنهم يلتجؤوا للقضاء، هذا حقهم، إحنا عندنا ثقة مطلقة، عندنا ما يكفي من الوسائل ديال الدفاع على حزبنا وعلى ما قرره الاتحاديون، لأنه ما درنا حتى شي حاجة خارج القانون. ما هو من اختصاص المجلس الوطني مارسه كصلاحيات في التعديلات التي أدخلنا على القوانين ديالنا، وفي إعداد مشاريع مقررة لتنظيم المؤتمر، وما يدخل في باب الصلاحيات ديال المؤتمر تركناه للمؤتمر، فإحنا حزب ديال القانون وطبقنا القانون، وبطبيعة الحال القانون يجب أن يسري على الجميع. الإخوان التجؤوا للقضاء، هذا من حقهم، ولكن إحنا ذاهبون بحول الله. السؤال مطروح عليهم هو غدا مثلا لنفترض كاع انه القضاء جا بجانب هؤلاء الذين ذهبوا للقضاء، كيف سيواجهون الاتحاديين بمقررات قضائيه؟ انا قال لي القضاء سير تولي زعيم او سير تولي قائد او زول، يعني شنو هو الوجه اللي باش غيجيو للمؤتمر كاع اذا افترضنا انه فيعني على اي حال هذاك حقهم، احنا عندنا ثقه مطلقه. ثقة مطلقة بأننا لم نخرق القانون في أي شيء مما حضرناه لمؤتمرنا المقبل. هناك بعض الألسنة تقول أن المؤتمر من الآن حدد المشاركين وطرق بحال تيقولوا القضايا اللي غادي تدرس فيها. لا، القضايا ماشي المؤتمر، أعدتها اللجنة التحضيرية، واللجنة التحضيرية اللي شارك فيها يعني 200 الناس ولا 250 اللي تسجلوا فيها، ثم جبنا هذاك الشيء للمجلس الوطني ونوقش وتصادق عليه كذلك بالمواثيق السياسية، صدق عليها بالإجماع، مشاريع المقررة التنظيمية صادق عليها 201 من 210 كي تي بريزون اللي كانوا في وسط القاعة، والتسعود اللي سو سون تابستوني ماشي صوتوا ضد، امتنعوا يعني تحفظوا ولا تحفظوا. المؤتمر ما يعني اجواء عاديه، نحن نحضر اللوائح الذي المشاركين، يتم انتخاب المؤتمرين، كاين شي حاجه سميتها التعيين او كذا، المناطق اللي فيها توافق بين الاتحاديين كيعدوا لوائحهم، المناطق اللي ما فيهاش توافق كيلتجؤوا مباشره للصوت، يمكن ندخل الفيسبوك الناس دايره اعلان ديال انتخاب المؤتمرين، بلاغات كتابات اقليميه ومنسقين اقليميين وجهات دارت بلاغات على العموم وتنشرت في الصفحات ديال جريده الحزب، فاللي هو اتحادي وعنده العضويه في الحزب وعنده بطاقته وعنده مشاهرته منتظم في العمل التنظيمي ديالو وكان في المعارك الانتخابيه الاخيره اللي كانت مساله حياه وموت بالنسبه للاتحاد، هذو كلهم من حقهم ان يلتحقوا بمقرات الحزب ويشاركوا في العمل
زعما يترشحوا ويصوتوا يعني حتى حاجه ما هذا المنطق ديال فيرويه كان فيرويه وما كاينش شي حاجه سميتها فيرويه التنظيم او كذا لا كاين المشاركه الديمقراطيه للاتحاديين حنا اليوم قطعنا واحد 30-40% في الانتخاب ديال المؤتمرين وفي نهايه الاسبوع غيكون المؤتمرين ديالنا بشفافيه مطلقه ولاحظ انه لا احد طاعنا في العمليات اللي جرت لحد الساعه حتى واحد ما قال ودي انا مشيت وجراو عليا او ما خلاونيش نشارك وكذا هذه اللي عنده العضويه لما تتعلن فيسبوك لقاءات داخليه ولينا كنعلنوا عليها في فيسبوك كاين شي شفافيه اكثر من هذه يعني كتقول له ما جي يا سيدي اللي عنده عضويته منضبط ومناضل وعارف راسه انه ما داير حتى زبله ما دار حمله ضد الحزب ما كيقيل يسب ما كيقيل كذا كلهم جاوا لنا شاركوا اخر سؤال سي شفيق هناك اصوات تدعي ان السيد رئيس الفكر تسانده في ولايه ثالثه اتحاديين هذه إرادة ديال الاتحادين يعبر كل يعبر بطريقته الخاصة أخ دريس لحد الساعة لم يترشح كاين 6 ديال المرشحين إذا فسح أعطاه المؤتمر الضوء الأخضر من بعد إجازة مشاريع المقررات فمن حقه بحاله بحال أيها الناس ومن حق حتى آخرين يترشحوا إذا لم يجيز المؤتمر ولم يصادق على مشاريع المقررات فعمليا هو ممنوع من ترشيح واعتقد أنه كرجل قانون وكرجل ديمقراطي سينضبط لهذا القرار الباقي والإخوان يعبرون كما هناك مساندون لباقي المرشحين هناك مساندون للأخ دريس الشقر ليستمر يعني ما يمكنش تكون الذبح حلال الذبح حرام عليك حلال وعلى دريس حرام يعني احنا على قدم المساواة بالنسبة لنا احنا المرشحين اللي مهم الأخ شاكير هو أن نحترم بعضنا أن تترشح لا يعني أن تسب الآخرين وأن تلعن الآخرين وأن تعتبر كل من هو ضدك هو رجل فاشي أو فاسد أو أو أو, أو. يعني غدا في نهاية الأمر الحزب واد واللي عطى الله واد الاتحاد اللي طلع راه غيجي قبل غيلقى العرعار وغيلقاني أنا والآخر والآخر اللهم إلا هادو ما موجدين شي أحزاب راهم مسدين عليها في شي بلايصة كيطيبوها وعاد غيجيبوا الحزب أستاذة أنت يا عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر كيف الآن هذا التحضير تيتم؟ التحضير غادي بخطة مزيانة تجاوزنا المرحلة ديال المصادقة على مقترحات أو مشاريع المقررات التنظيمية والسياسية واللوجستيكية تناقشات المقررات على صعيد جميع الجهات والأقاليم وبدأت المرحلة ديال انتداب المؤتمرين يعني انتخاب من سيمثلوا كل إقليم في المؤتمر كذلك بالموازاة مع التحضير الأدبي كاين تحضير لوجستي اللي كيخص انتم عارفين بحكم الجائحة ديال كورونا والأمور اللي مرتبطة بالجوانب الاحترازية ما غنقدروش نديرو مؤتمر اللي كله في مكان واحد بحال المؤتمرات ديالنا السابقة غنضطروا نديرو مؤتمر ما يسمى حضوري وعن بعد بمعنى أن كل جهة سيكون فيها مؤتمر مقر للمؤتمر مرتبط بالمقر المركزي اللي غيكون إن شاء الله في بوزنيقة عبر وسائل التناظر عن بعد بمعنى أنه غيخصنا إمكانيات جديدة في التعامل مع المؤتمرات خاصة فيما يخص البث ديال الانترنت فيما يخص وسائل الكاميرات تسجيل الصوت باش نضمن واحد الجودة ديال نقل الصورة والصوت في الوقت ديالو باش نقدروا ان رئيس المؤتمر من يعطي الكلمة في اقليم معين الاقاليم الاخرى كلها تتشوف وكتسمع الكلمة ديال المؤتمرين نحافظوا على ديك اللحمة اللي كتكون في المؤتمر ولو انها ماديا ما كايناش لان كل واحد في الجهة ديالو ولكن على الاقل عبر وسائل التناظر عن بعد غنقدروا نحافظوا على ديك اللحمة ما بين المؤتمرين وان تبادل الاراء والتناظر عن بعد وكيف وفر هذه الامكانية هذه إذا التواريخ هي بقى مضبوطة هي 28-29-30 يناير نعم ثم كيف سيتم التصويت في هذه الحالة وشحال اللي غادي يحضر حضوري تصويت مادي يعني فعلا الناس غتصوت في جهاتها احنا فايت لنا درنا هذه العملية ديال ان التصويت ديالنا كنصوروه بالكاميرات
ماشي اول مره، وبالتالي غيكون بث مباشر لعمليه التصويت وعمليه الفرز. يعني كاينه كاميرا ماشي باليد ماشي لا، التصويت سري بحال التصويتات دائما في المؤتمرات ديال الاتحاد الاشتراكي. التصويت برفع اليد كيكون على المقررات، ولكن على الاشخاص او اللي غنتخبوا في المجلس الوطني او الكتابات الجهويه او الكاتب الاول، هذا التصويت كيكون سري بلوغن في بالمخدع وكل شيء. ومني كيبدا الفرز كتكون كاميرا فوق الفارز، وصوت بصوت كيمكن اي اتحادي في المؤتمر في اي منطقه كان يتبع عمليه الفرز. وهذا الشيء اللي غنديروا حتى هذه المره، غير غيكون عبر الشاشات، غيكون البث عبر الشاشات. اذا حضوري شحال غادي يكون فيه؟ كل ضمنيا كل شيء حضوري، لان كل واحد حاضر. حضوري مثلا هنا في الرباط في بوزنيقة، غيكونوا المؤتمرين ديال الرباط واللي غيطلعوا كاعضاء ديال المجلس الوطني. ولكن العدد زعما ماشي كبير، يعني حنا كل جهه يمكن كاين ما بين 50 الى 150 200 مؤتمر. العدد الاجمالي هو 1200. وغنبقاو دائما كل واحد فينا في جهته كيشارك في العمليه بشكل عادي. بالنسبه للاشراف على رئاسه المؤتمر 11، كيفاش تتم؟ هي الرئاسه كالعاده غتنتخب من اليوم الاول ديال المؤتمر، هي اللي كتشرف على مجريات المؤتمر ككل. الرئاسه غتكون المركزيه في بوزنيقه، ولها ممثلين او منتدبين في الجهات اللي هما اللي كيكونوا مخاطبين ديال الرئاسه.